وهالعمل من إخراج سامر البرقاوي واللي شكل معتين ثنائي ناجح من خلال سلسلة الهيبة لعدة سنوات، واليوم هن عم يتوجوا هالنجاح بفيلم الهيبة. الفيلم هو تتويج، فهو كونه تتويج فلازم يكون تاج، ففي عناية ليكون فيلم أول شيء يدافع عن حاله كفيلم معتنى بتفاصيله، يقدم هذا المصنف مصنف التشويق الأكشن يعني بأفضل حالاته بالإمكانيات اللي كرستها شركة الصباح لتقديم هذا المشروع اللي هي بتعتز فيه وأنا بعتز فيه. فيلم بهذا المصنف فأنت لازم تضل مجدود، لازم في فرجة، في مفروض يعني هذا كله رهانات مفروض نحققها، إن شاء الله نكون توفقنا فيه. وإذا بنرجع بنتذكر نهاية الجزء الخامس من الهيبة، فآخر مشهد شفناه كان لتيم ووالدته لوحدهم، وحسب ما عرفنا من المخرج إنه هالمشهد بالذات كان فيه إشارة بتدل على تطورات الأحداث يلي رح نشوفها بالفيلم. في شغلة هيك مثل القطبة المخفية صحيح كانت بنهاية الجزء الخامس بعض الجمهور انتبه، هي ظهور صورة ل ناظم العالي اللي بيلعب دورها هي الشخصية الفنان رفيق علي أحمد. في ناس فهمت إنه هاي إشارة ترجع وهي حتكون بطن ومحور الأحداث بهذا الفيلم، كيف وشلون هذا هو سر الفيلم، قدر كيف يخلق حبكة مع بعض الأجزاء الخمسة وبنفس الوقت يقدم حكاية فيلم يعني، وإن شاء الله هيك نقدر نكون قفلنا هالسلسلة بالمشهد الأخير لتجاوب على كل الأسئلة اللي ظلت مفتوحة بهي الحكاية. وطبيعي هيك فيلم بهالضخامة طلب مجهود كبير من سامر، ولهالسبب هو نفذ 9 درافتس قبل ما يعتمد النسخة النهائية. خايف من الحكي مع السينما؟ هي قلق المشروع يعني، لأنه أنا بعرف حالي خلصت وراضي عن المنجز لأنه عملت قصارى جهد يعني خلص، بعرف أنه هذا هو هذا اللي قدرنا نعمله، ما اختزلنا ولا بخلنا بشيء على هذا المشروع. صفي يكون عند حسن ظن جمهور الهيبة أولا، لأنه بتعرف نحن على موعد مع فيلم سينما، جمهور نازل من التلفزيونات اللي قاعدين فيها بالبيت الناس ومرتاحة وحتبذل مجهود لتروح على الصالة، فإرضاؤه ما حيكون سهل. سقف التوقعات عالي بعد الجزء الخامس، بعد هذا النجاح المتألق كان بالجزء الخامس بدك تقول للناس في فيلم، ففي سقف توقعات عالي أكيد هذا بيعمل قلق. هلأ بينتهي مع العرض الأول ومش